السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج كونكت الترم الثاني، منهج كي جي 2 يونت 5 او الوحدة الخامسة، ودي اول يونت في الترم الثاني، لان الترم الاولاني زي ما احنا عارفين كان 4 يونتس او 4 وحدات، والترم الثاني بيبدأ بيونت 5 وعنوانها ماي بارتي. My party يعني الحفلة بتاعتي، طبعا party يعني حفلة. وقبل ما نبتدي في الشرح، اتمنى ان انتوا تشاركوا الدرس ده مع اصحابكو علشان الكل يتابع معانا والكل يستفيد ان شاء الله. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول، ولو مش معاك الكتاب خلي معاك كشكول واكتب ورايا وذاكر منه لغاية ما يبقى معاك الكتاب ان شاء الله. وده الكوفر بتاع منهج كونكت ترم التاني، وطبعا زي ما احنا شايفين كونكت ترم 2 ستودنتس بوك، وده الكوفر بتاع يونت 5 ماي بارتي. واول حاجه بتقابلنا في الكوفر بتاع ماي بارتي اصحابنا ادم ويوسف ودينا وليلى. ادم ويوسف ودينا وليلى دول اصحابنا من الترم الاولاني، وطبعا بيزي بي صديقتنا النحلة اللي بتعلمنا نتعلم صح وننطق صح كمان. فأول حاجة هنا listen and point، استمع وأشر، والكلمات هنا الموجودة في البيج دي وهي المفروض نحفظها. كيك، كيك يعني كيكة أو كعك، اللي هي التورتة، أي تورتة أو أي كيكة معمولة اسمها كيك، C-A-K-E كيك. آيس كريم، آيس كريم طبعا زي ما احنا عارفينه هو الآيس كريم. بيتزا، بيتزا اللي هي البيتزا. يوغرت، يوغرت اللي هو الزبادي، يوغرت الزبادي، ممكن الزبادي بأشكال مختلفة السادة واللي فيه فواكه كمان. ووتر، ووتر يعني المية، ووتر المية، ماء يعني. سالاد، سالاد يعني السلطة. ونقولهم مرة كمان، كيك، كيك. آيس كريم، آيس كريم. بيتزا، بيتزا. يوغرت، يوغرت. واتر، واتر. سالاد، سالاد. وزي ما احنا شايفين هم عاملين بارتي او عاملين حفلة وجايبين فيها الاكل الجميل ده، وهنتكلم عن التفاصيل في الصفحات اللي بعد كده، خليكم معايا. بيج رقم 3 او صفحة رقم 3، وهنا بيزي بي بتقول لنا look يعني انظر، complete اكمل، the pattern and say يعني انظر للصور الموجودة، وبعدين كمل بنفس النمط، الباترن اللي هو النمط بنفس الترتيب، وقول اسم الحاجة اللي ناقصة. فعندنا هنا في كيك، بعد كده ايس كريم، بعد كده كيك، بعد كده ايس كريم، وبعد كده الخانة اللي بعد كده فاضية، فالمفروض يكون فيها ايه يا اصحابي؟ شاطرين، المفروض يكون فيها كيك، فاحنا هنقول كيك، ايس كريم، كيك، ايس كريم، كيك. تمام. تاني حاجة هنا بيتزا يعني بيتزا، هنا بيتزا، بيتزا. واتر، بيتزا، بيتزا. يبقى الخانة الفاضية دي موجود فيها ايه يا اصحابي؟ مفروض يكون فيها water. ونقول مرة كمان pizza، pizza. water، pizza، pizza. water. تالت مجموعة هنا اليوغرت، يوغرت يعني زبادي زي ما قلنا. salad، ice cream، yogurt، salad. يبقى الخانة الموجودة الفاضية دي تبقى المفروض فيها ايه يا اصحابي؟ ice cream. شاطرين، ice cream. يبقى يوغرت، سالاد، ايس كريم، يوغرت، سالاد، ايس كريم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. اور بيرثدي بارتي يعني حفلة عيد ميلادنا، طبعا هنا هم عاملين عيد ميلاد، وبيزي بي بتقول لنا listen and point. listen يعني استمع، and point واشر، ودي جزء الستوري في اليونت دي او القصة او الحدوتة الصغيرة اللي بتتحكي لنا علشان نتعلم منها حاجة جديدة. اول حاجة هنا صديقنا ادم قاعد وقدامه طبق،
وقعد جنبه صديقتنا دينا، وآدم بيقول لها Can I have some salad please؟ Can I have some salad please؟ ممكن اخد شوية سلطة لو سمحتي، ممكن اخد بعض السلطة لو سمحتي. فهي بتقول له Yes here you are، نعم تفضل. Yes يعني نعم، here you are تفضل. فمرة تانية هو بيقول لها Can I have some salad please، ممكن اخد بعض السلطة لو سمحتي. فهي بتقول له Yes here you are، Yes here you are يعني نعم تفضل. في الصورة الثانية صديقتنا دينا بتقول لصديقتنا ليلى Can I have some pizza please؟ Can I have some pizza please؟ ممكن اخد بعض البيتزا لو سمحتي. فليلى بترد عليها وبتقول Yes here you are، نعم تفضلي. Yes here you are، نعم تفضلي. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكوا معي. ونوصل لبيج نمبر 5 او صفحة 5، والصورة الثالثة موجود فيها صديقنا يوسف بيقول للآدم Can I have some yogurt please؟ Can I have some yogurt please؟ ممكن اخد بعض الزبادي لو سمحت. فآدم بيرد عليه وبيقول له Yes here you are، نعم تفضل. Yes here you are، نعم تفضل. وفي الصورة التانية دينا بتقول لليلى Can I have some ice cream please؟ Can I have some ice cream please؟ فليلى بترد عليها وبتقول لها Yes here you are، طبعا نعم تفضلي. Yes here you are، نعم تفضلي. وهنا على التيبل في يوغرت وايس كريم ووتر زي ما احنا شايفين. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لبيج نمبر 6 او صفحة 6، والصورة نمبر 5 او رقم 5 فيها هنا هم حطوا الكيك على التيبل، وجابوا الكاندلز كمان او الشمع وحطوه في الكيك. وهنا بيزي بي موجودة معهم في الصورة، وموجود في الكيك الاولانية 5 كاندلز او 5 شمعات، وفي الكيك التانية موجود فيها 4 candles او 4 شمعات. وهم وكلهم بيقولوا happy birthday to you، يعني عيد ميلاد سعيد ليك، طبعا اغنية عيد الميلاد اللي احنا عارفينها. فهنا بيزي بي بتقول او 9 candles، يا دول 9 شمعات بس، احنا عايزين نخليهم 10 كمان، مش احنا عايزين نزود شمعة كمان علشان يبقوا 10. فا او 9 candles يعني دول 9 شمعات، في واحدة فيها 5 candles، واحدة فيها 4 candles، 5 candles 5 شمعات plus 4 candles 4 شمعات بيبقوا 9 candles يعني 9 شمعات. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لبيج نمبر 7 او صفحة رقم 7، وموجود فيها الصورة رقم 6، موجود فيها الاصحابنا زي ما هم موجودين، بس بيزي بي راحت جابت candles زيادة او شمعة زيادة علشان يبقوا 10 candles. 10 candles يعني 10 شمعات. وزي ما احنا شايفين هنا الستوري Our birthday party، حفلة عيد ميلادنا. Can I have some cake، ممكن اخد بعض الكيك please لو سمحت. Yes here you are، نعم تفضل. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لبيج نمبر 8 او صفحة رقم 8، وهنا عنوانها listen cut and stick. listen يعني استمع، cut يعني قص، and stick والزق. في اخر الصفحة go to page 107 يعني روح لصفحة رقم 107. وهنا في 6 مربعات فاضيين، 6 صور فاضية، احنا المفروض هنروح لبيج 107 او صفحة 107، ناخد منها الصور الستة دول ونلزقهم هنا بالترتيب بعد ما نقصهم من page 107. خليكوا معايا نروح هناك ونشوف الترتيب هيبقى عامل ازاي. ونوصل لبيج 107 عشان نقص منها الصور زي ما هو قال لنا، واول وهم 6 صور زي ما احنا شايفين. فاحنا عارفين ترتيب الصور اللي كانت موجودة في التحضير بتاع عيد الميلاد، كانوا ايه هما. اول حاجة كان ادم ودينا قاعدين وهو بيقول لها
ممكن تديني بعض السلطة. فأول صورة كانت موجودة ساعة تحضير العيد ميلاد، كان هو بيقول لها Can I have some salad please؟ Can I have some salad please؟ ممكن أخد بعض السلطة لو سمحتي. فدينا ردت عليه وقالت له Yes here you are، نعم تفضل. ففين الصورة اللي هم قاعدين فيها هنا وبيطلب منها السلطة؟ شاطرين، هي دي صورة رقم واحد. الصورة اللي بعد منها كان موجود فيها دينا وليلى، وكانت بتطلب منها بعض البيتزا، فكانت بتقول لها Can I have some pizza please؟ فردت عليها وقالت لها Yes here you are، نعم تفضلي. ففين الصورة اللي فيها هنا دينا وليلى وهم بياكلوا البيتزا مع بعض؟ شاطرين، يبقى دي الصورة رقم اتنين. الصورة رقم ثلاثة كان فيها آدم ويوسف، وهو كان بيقول له Can I have some yogurt please؟ Can I have some yogurt please؟ ممكن اخد بعض الزبادي لو سمحت. فهو رد عليه وقال له Yes here you are، نعم تفضل. فين الصورة هنا اللي فيها آدم ويوسف وهما بيأكلوا الزبادي مع بعض؟ شاطرين، دي صورة number 3 أو رقم 3. الصورة الرابعة كان فيها دينا وليلى وهما بيأكلوا الآيس كريم مع بعض، وكانت بتقول لها Can I have some ice cream please؟ Can I have some ice cream please؟ ممكن أخد بعض الآيس كريم لو سمحتي. فهي ردت عليها وقالت لها Yes here you are، نعم تفضلي. فين الصورة اللي فيها دينا وليلى وهم بيأكلوا الآيس كريم مع بعض؟ شاطرين، دي الصورة number 4 أو الصورة رقم 4. الصورة اللي بعد كده كان موجود فيها أصحابنا كلهم، وكان بيزي بي وكان في 9 كاندلز بس، كان وبيزي بي عرفت ان هما ناقص لهم كاندل، وكانوا بيقولوا هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو يعني عيد ميلاد سعيد ليك. فين الصورة اللي فيها 9 كاندلز بس وبيزي بي كانت لسه مش معاها الكاندل الباقية؟ شاطرين، هي دي الصورة نمبر 5 او الصورة رقم 5، ولسه بيزي بي ما كانش جابت الشمعة او الكاندل الناقصة عشان يبقوا 10 كاندلز زي ما احنا شايفين. والصورة الاخيرة نمبر 6 طبعا كانوا كلهم موجودين، وبيزي بي كانت جابت الشمعة الناقصة او الكاندل الناقصة، وعشان يكملوهم يبقوا 10 كاندلز زي ما احنا عارفين 5 كاندلز في الكيكة الاولانية و 4 كاندلز في الكيكة التانية، وبيزي بي جابت كاندل كمان علشان تكملهم ويبقوا 10 كاندلز. يبقى كده احنا رتبنا الصور بترتيب سليم، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 9 او صفحة رقم 9 وعنوانها Our Birthday Party. Our Birthday Party حفلة عيد ميلادنا. Listen and match، استمع وبعد كده وصل. وزي ما احنا شايفين هنا اصحابنا كلهم موجودين، وحاطين على التيبل كل الفودز او كل الاطعمة الخاصة بعيد الميلاد، وكل واحد ماسك طبق في ايده. فاول واحد فيهم قال Can I have some pizza please؟ Can I have some pizza please؟ فهو حتى وصل صورة بصورة البيتزا علشان خاطر هو عايز بيتزا. تاني صورة اللي هو جنبه كان عايز ياخد ايس كريم لانه بص حتى على الايس كريم، فممكن نقول ان هو قال Can I have some ice cream please؟ ممكن اخد بعض الايس كريم لو سمحت. Can I have some ice cream please؟ وهنوصل بين رقم 2 والصورة بتاعت الايس كريم. تالت بنوتة موجودة كانت بتبص ناحية الكيك، فهي كانت بتقول Can I have some cake please؟ Can I have some cake please؟ ممكن اخد بعض الكيك لو سمحت. فهنوصل بينها وبين الكيك. الصورة رقم 4 اللي فيها صديقتنا دينا، وهي بتبص طبعا على اليوغرت او الزبادي، فهي كانت بتقول Can I have some yogurt please؟ Can I have some yogurt please؟ ممكن اخد بعض الزبادي لو سمحت. فهنوصل بين دينا او رقم 4 وبين صورة الزبادي او اليوغرت. الصورة رقم 5 كان بيبص على طبق السالاد او السلطة، فهو كان بيقول Can I have some salad please؟ Can I have some salad please؟ ممكن اخد بعض السلطة لو سمحت. فهنوصل بين number 5
والصورة بتاعت طبق السلطة. وطبعا نمبر 6 او رقم 6 كان عايز some cake برضو، فكان بيقول my favorite food is cake او can I have some cake please، ممكن اخد بعض الكيكة لو سمحت. ونوصل بين رقم 6 والصورة بتاعت الكيك. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لبيج نمبر 10 او صفحة رقم 10 وعنوانها let's make a sandwich. let's make a sandwich يعني خلينا نعمل ساندويتش، دعنا نصنع شطيرة، دعنا نصنع ساندويتش. وبيزي بي بتقول لنا هنا look and say، انظر وبعد كده قول. فهنا في مجموعة صور للمكونات بتاعت الساندويتش اللي احنا هنعمله. اول حاجة tomatoes، tomatoes يعني طماطم طبعا زي ما احنا عارفينها tomatoes. تاني حاجة cheese، cheese يعني جبنة او جبن زي ما احنا عارفينها cheese. cucumbers يعني خيار، cucumbers يعني خيار. olives، olives يعني زيتون. olives، olives يعني زيتون. olives، olives يعني زيتون. bread، bread يعني خبز. bread يعني خبز. traffic lights sandwich، traffic lights اللي هي إشارة المرور زي ما احنا عارفينها. traffic lights sandwich يعني sandwich إشارة المرور. وطبعا هو بيضم الألوان المختلفة بتاعت التوميتوز والكيوكامبرز والتشيز، فعشان كده هم بيقولوا عليه traffic lights sandwich، ان هو sandwich إشارة المرور لأن في ألوان متشابهة مع ألوان إشارة المرور إلى حد ما. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. نوصل لبيج 11 او صفحة 11 وعنوانها foods around the world. foods around the world الأطعمة، around the world حول العالم. foods around the world أطعمة حول العالم. وطبعا هو جايب لنا مجموعة أطعمة بتاعت بلاد مختلفة. عندنا Egypt، Egypt بلدنا الحبيبة مصر. كشري، طبعا احنا عارفين الكشري كلنا. ملوخية اللي هي طبعا الملوخية زي ما احنا عارفينها، ودي الأطعمة المشهورة مثلا من مصر. مكسيكو، مكسيكو اللي هي المكسيك، مشهورة عندهم الأطعمة اللي هي الناتشوز. الناتشوز اللي هي الناتشو زي ما احنا شايفين، رقائق الناتشو والصلصة بتاعت الناتشو. والتاكوز، التاكوز السندوتشات اللي هم بيعملوها بشكل معين بتاعتهم. في تشاينا، تشاينا الصين، مشهور عنهم الأطعمة المعروفة من عندهم مثلا النودلز، النودلز أو المكرونة اللي هي النودلز اللي احنا عارفينها. والرايس، رايس اللي هو الأرز بتاعهم اللي هم بيعملوه بشكل معين. في إيطالي، إيطالي اللي هي إيطاليا، مشهور عنهم البيتزا، البيتزا اللي احنا عارفينها. والباستا، الباستا اللي هي المكرونات والمكرونة بأشكالها المختلفة، طبعا هي أصلها من إيطاليا أصلا. فدي مجموعة أطعمة من حول العالم، إيجيبت مصر، مكسيكو المكسيك، تشاينا الصين، إيطالي إيطاليا. وطبعا هو هنا بيعرفك على مجموعة أطعمة من بلاد مختلفة وبيسألك إيه هو الطعام المفضل ليك. talk about your favorite food، talk about your favorite food. فالمفروض أن أنا مثلا لو أنا هتكلم عن نفسي هقول my favorite food is ملوخية مثلا، أو my favorite food is كشري. ممكن حد تاني يقول my favorite food is pizza، my favorite food is pizza، طعامي المفضل هو البيتزا. ممكن حد تالت يقول على طعام تاني، انت بقى طعامك المفضل هو ايه؟ المفروض ان انت هتقول my favorite food is، وتقول اسم الطعام المفضل بالنسبة لك. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 12 او صفحة 12. وقبل ما اشرح البيج دي احب افكرك واقول لك ان انت تشارك الدرس ده مع اصحابك، وخليك متأكد دايما ان في حد محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وبرضو احب اقول لكم ان الصفحات الخاصة بالدرس ده هتبقى موجودة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، والرابط بتاعها بيبقى موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. فاللي حابب يرجع للصفحات بتاعت الدرس ده ويراجع عليها مرة تانية هيلاقيها موجودة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك،
والرابط بتاعها موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وعنوان البيج دي Can I have some cake please؟ ممكن اخد بعض الكيك لو سمحتي. Can I have؟ هل استطيع؟ ممكن اخد some cake، بعض الكيك please لو سمحت. وهنا بتشاور على الكيك، المفروض البائع بيقول لها yes here you are، نعم تفضل او نعم تفضلي. فاحنا هنشوف الصورة هنا، مثلا عندنا water، water يعني مية، عندنا cake، cake يعني cake طبعا، عندنا هنا yogurt، yogurt يعني زبادي، عندنا هنا ice cream، ice cream يعني ice cream طبعا، عندنا هنا pizza، pizza يعني pizza، وفي كمان salad، salad يعني سلطة. دي مجموعة الأطعمة الموجودة، وهي بتشاور بتقول عايزة بعض الكيك، فهتقول لها البياع yes here you are، نعم تفضلي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 13 أو صفحة 13، وعنوانها listen and choose، استمع ثم اختار. listen and repeat، استمع ثم كرر. فأنا هقول الكلمات وانتوا هتكرروها ورايا علشان نتعلم المعلومة بشكل سليم ونتعلم نطق الكلمة بشكل سليم. فهنا صديقتنا بتقول Can I have some cake please؟ Can I have some cake please؟ ممكن اخد بعض الكيك لو سمحت. ونقول مرة كمان Can I have some cake please؟ Can I have some cake please؟ فالمفروض لما حد يرد عليها اللي هو مع الكيك هيقول لها Yes here you are، نعم تفضلي. Yes here you are، نعم تفضلي. صديقنا هنا عايز بيتزا، فهو هيقول Can I have some pizza please؟ Can I have some pizza please؟ ممكن اخد بعض البيتزا لو سمحت. فاللي هيرد عليه هيقول له ايه؟ Yes here you are، نعم تفضل. Yes here you are، نعم تفضل. صديقتنا هنا عايزة زبادي، فهتقول Can I have some yogurt please؟ Can I have some yogurt please؟ مرة كمان Can I have some yogurt please؟ ممكن اخد بعض الزبادي لو سمحت. فنرد عليها ونقول لها ايه؟ Yes here you are، نعم تفضلي. Yes here you are، نعم تفضلي. صديقنا هنا برضو عايز بعض المية، صديقنا هنا عايز بعض المية، عايز يشرب. فهو بيقول Can I have some water please؟ Can I have some water please؟ فهو عايز يشرب، فاحنا هنرد عليه ونقول له Yes here you are، Yes here you are يعني تفضل. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 14 او صفحة 14، وهي فيها الجزء بتاع الفونكس او نطق الحروف الخاص بيونت 5 او الوحدة الخامسة. واحنا هنا الفونكس خاصة بحرف الواي وحرف الدبليو. فهنا زي ما احنا شايفين الكلمات اللي بتبدأ بحرف الواي، يوغرت، يوغرت يعني زبادي، يوغرت، قولوا ورايا يوغرت، 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 يو يو، يو يو، يو يو، يلو، يلو، يلو. والكلمات اللي بتبدأ بحرف W زي water، 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 wash، 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 white، white، white. وطبعا water بمعنى مية، wash بمعنى يغسل، white بمعنى أبيض أو لون الأبيض. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 15 أو صفحة 15، وفيها الهاند رايتنج. وهنا الهاند رايتنج أو الكتابة، الجزء الخاص بالكتابة، trace and copy. trace يعني تتبع بقلم كرصاص النقط، and copy واكتب، واكتب مرة كمان او انسخ الحرف ده مرة كمان. فزي ما احنا شايفين هنا حرف الواي، الجزء الفوق في حرف الواي بيبقى موجود بين السطرين، وبقية الحرف بيبقى نازل اسفل السطر زي ما احنا شايفين مرة كمان. وده شكل الكتابة الخاصة بحرف الواي.
وهنا جايب لك صورة اليوغرت، اليوغرت او الزبادي، وهتكتب هنا يوغرت زبادي، وهنا حرف ال W زي ما احنا شايفين بيبقى بين السطرين لو هو في حالة السمول، وبيوريك ازاي تكتبه، وبنمشي بالقلم والرصاص عليه وعلشان نكتبه بشكل سليم، وبيبقى موجود زي ما احنا قلنا بين السطرين. ودي طريقة كتابة حرف ال W زي ما احنا شايفين قدامنا. وجايب لك هنا صورة الواتر او المية علشان تكتب هنا water بجانب الصورة بتاعت حنفية المية دي. كده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 16 او صفحة 16 وعنوانها let's learn about words. let's learn دعنا نتعلم about words عن الكلمات، هو هنا بيوضح لنا بعض الكلمات، بيقولك listen استمع and circle ثم ضع دائرة the last letter الحرف الأخير. أنا هقول لكم اسم كل صورة من دول، وانتوا هتحطوا دائرة حوالين آخر حرف في الكلمة الخاصة بالصورة. فأول صورة موجود فيها صورة الزبادي، زبادي يعني يوغرت، يوغرت يعني زبادي، وآخر حرف في اليوغرت اللي هي حرف التي، فهو حاطط هنا سيركل حوالين حرف التي. فأول صورة هنا هي صورة اليوغرت، تاني صورة هي صورة الإج، إج يعني بيضة، إج يعني بيضة، فآخر حرف فيها حرف إيه يا أصحابي؟ إج. شاطرين، حرف الجي، فهنحط هنا سيركل حوالين حرف الجي لأن هي بتنتهي بحرف الجي. صورة نمبر 3 اللي هي كاروت، كاروت يعني جزرة، كاروت يعني جزر، فهنحط سيركل حوالين حرف ايه، ايه اخر حرف في كلمة كاروت؟ شاطرين، حرف التي، فهنعمل سيركل حوالين حرف التي. الصورة نمبر 4 اللي هي بريد، بريد يعني خبز، بريد، بريد اخر حرف فيها حرف ايه يا اصحابي؟ شاطرين، حرف الدي، فهنعمل سيركل حوالين حرف الدي. الصورة نمبر 5 أو رقم 5 هي بنانا، بنانا اللي هو موز، بنانا، بنانا، شاطرين، آخر حرف فيها هو حرف الأي، فهنعمل سيركل حوالين حرف الأي. وآخر صورة هي صورة نمبر 8 شاطرين، آخر حرف في 8 اللي هو حرف التي طبعا، فهنعمل سيركل حوالين حرف التي. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 17 او صفحة 17، وهنا بيقول لك trace and copy. trace and copy يعني هتتتبع بالقلم الرصاص الكلمات المكتوبة، وبعد كده هنكتب الكلمة مرة تانية لوحدينا. فهنا اول صورة فيها كلمة pizza، pizza، تاني صورة فيها كلمة salad، سالاد، تالت صورة فيها كلمة water، water، فهنكتب بالقلم الرصاص الحروف، وهنكتبها مرة تانية لوحدينا بحيث ان احنا نتعلم ازاي نكتب الكلمات بشكل سليم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وعنوانها counting، counting يعني العد، from 6 to 10 من 6 ل 10. فاحنا طبعا لازم نكون اتعلمنا الارقام من 1 ل 10 دلوقتي، وبنعرف نعدهم كويس وعارفين اسمائهم. فهنا بيقول لك counting العد من 6 to 10، from 6 to 10 من 6 ل 10. فهنا جايب لك some cakes، بعض الكيكات، وكل كيكه فيها some candles، بعض الشمعات، فاحنا هنعد كل كاندل فيهم وهو موصلهم لك، فانت هتتبع الخطوط الخاصه بكل نمبر. عندك هنا 6 بيوصلك للكيك دي، وهي فيها 6 كاندلز زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5 6، فهو هنا موصلها ب 6. 7 بيوصلك للكيك دي وفيها 7 كاندلز زي ما احنا شايفين، 8 بيوصلك للكيك دي وفيها 8 كاندلز زي ما احنا شايفين، and 9 and 10. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا.
ونوصل لبيج 19 أو صفحة 19 وعنوانها count and trace. عد count يعني عد and trace وتتبع بقلمك الرصاص. فهنا number 6 1 2 3 4 5 6. هنا 1 2 3 4 5 6 7. نروح عاملين 7. وهنا 8 9 and 10. ونفس الكلام في الجزء الثاني من البيج count and write. فهنا هتعد الصور الموجودة. هنا مثلا هو قايل لك في 7 bees، في 7 نحلات، 1 2 3 4 5 6 7. فكتب رقم 7. هنا انت هتعد الكاندلز اللي موجودة في الكيكة دي وهنكتب رقمهم تحت، فهتلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7 8. فهنكتب هنا 8. وهنا عدد البيز دي او عدد النحلات دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فهنكتب هنا number 10. وهنا 1 2 3 4 5 6. فهم هنا 6 كيكات، فهنكتب هنا 6. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج number 20 او صفحة 20 وعنوانها a decorated cake. decorated يعني مزين، cake يعني cake زي ما احنا عارفين. ف decorated cake كيكة مزينة، احنا زيناها بانفسنا وخلينا شكلها جميل. فهنا بيزي بي بتقول لنا decorate a cake، زينوا كيكة، وجايب لك بعض الادوات وبعض الكاندلز وبعض الحاجات عشان تزين بيها الكيك. تاني حاجة بيقول لك look and say، انظر ثم قل. look and say، انظر بعد كده اقول. فانت هتعمل ايه هنا؟ اول صورة فيها اصحابنا بديكوريت الكيك بالالوان بتاعتهم المختلفة اللي هما ادوها لهم، اكيد طبعا دي الوان طبيعية ما بتدورش اللي بياكلها. وهنا بيحطوا فيها الشمع، وهنا بيحط عليها الالوان، وبيحط عليها الصورة دي مثلا او دي مثلا قطعة شوكولاتة، وهنا بيأكلوا الكيك وهنا بتقدمه. فاحنا ممكن نقول هنا This is my cake. It's blue. This is my cake. It's blue. يعني أنا دي الكيكة بتاعتي وهي لونها أزرق. ممكن واحد تاني إذا صدقنا ده اللي حاطت لون أحمر عليها. This is my cake. It's red. دي الكيكة بتاعتي وهي لونها أحمر. This is my cake. It's red. فكل واحد بيلون الكيكة وبيديكوريت الكيك بتاعه بشكل هو شايفه جميل. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. نوصل لبيج 21 او صفحة 21 وعنوانها show and tell. show يعني يعرض، يوضح، and tell وبعد كده يخبر يقول. بيزي بي بتقول لنا show and tell، اعرض وبعد كده اخبر. فهنا بيعرض لهم الكيك اللي هو عامله بشكل جميل، وبعد كده بيقول لهم مكوناته ايه، هو في ايه اللي حطه جوه الكيكة دي ومزينها بشكل عامل ازاي. وهنا ده نشاط جماعي او عمل جماعي، المفروض ان احنا بعد ما نزين الكيك بتاعنا كل واحد هيقول هو زينه بشكل عامل ازاي علشان يوضح لاصحابه الطريقة اللي هو زينه بيها بشكل جميل. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي طبعا. ونوصل لبيج 22 او صفحة 22 play time. play time يعني وقت اللعب، play يعني يلعب، time يعني وقت. look انظر، and color ولون، then say وبعد كده قول. فهنا عندنا صور جميلة، اول صورة فيها صورة خاصة بعالم مصر بلدنا الحبيبة، هنلونه طبعا بالالوان الجميلة بتاعته اللي احنا عارفينها. وبعد كده صورة تانية للبيراميدز او الاهرامات، هنلونها طبعا بشكل جميل. وهنا صورة لملك فرعوني معين والتاج بتاعه او الكراون بتاعه، فهنلونهم برضو بشكل جميل. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 23 او صفحة 23، اخر بيج في يونت 5، وعنوانها read and color، اقرأ وبعد كده لون. فأول صورة صورة أوليفز، أوليفز يعني زيتون. أوليفز، توميتوز، توميتوز يعني طماطم. تشيز،
تشيز يعني جبن، بريد بريد يعني خبز، كيك كيك يعني كيك طبعا، بيتزا بيتزا يعني بيتزا، آيس كريم يعني آيس كريم أو مثلجات. والكلمات الخاصة بيونت 5 أو الوحدة الخامسة الملخص بتاعها كالآتي: كيك 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 يعني كيك طبعا، آيس كريم آيس كريم، بيتزا بيتزا، سالاد سالاد، ووتر ووتر، يوغرت يوغرت. ونمبرز from 1 to 10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ساندويتش، تشيز، اوليف، كيوكامبرز كيوكامبرز، ساندويتش ساندويتش، تشيز تشيز، اوليفز اوليفز، كيوكامبرز كيوكامبرز، بريد بريد، توماتوز توماتوز، ترافيك لايتس ترافيك لايتس، كوشري كوشري، ملوخية ملوخية، تاكوس تاكوس، ناتشوز ناتشوز، نودلز نودلز، رايس رايس، باستا باستا. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو مع اصحابك، حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.